سنة أولى عاملين إيه؟ النهاردة عندنا الدرس السادس في الوحدة الأولى، الدرس بعنوان القيمة المكانية، درسنا النهاردة بعنوان القيمة المكانية. قبل ما ناخد درسنا النهاردة عايزين نراجع على درس الآحاد والعشرات. يلا نقرأ السؤال الأول ونشوف بيقول إيه. السؤال الأول بيقول أكمل أكمل. أول سؤال عندي أربعة آحاد زائد ثلاث عشرات. أربعة آحاد زائد ثلاث عشرات يساوي كام؟ يلا بينا نقول كده مع بعض، هيساوي كام؟ أربعة في خانة الآحاد، ثلاثة في خانة العشرات يساوي 34. أربعة وثلاثون، يقرأ العدد 34. السؤال الثاني بيقول لي إيه؟ سبعة جنيهات زائد ثلاث ورقات من فئة العشرة جنيهات. سبعة جنيهات زائد ثلاث ورقات من فئة العشرة جنيهات. يلا هنفتكر مع بعض كده هيساوي كام؟ برافو، سبعة وثلاثون، يقرأ العدد سبعة وثلاثون. درسنا النهاردة زي ما قلنا بيتكلم عن حاجة اسمها القيمة المكانية. يعني إيه القيمة المكانية؟ القيمة المكانية تعني مكان الرقم، يعني اسم الخانة التي يقع فيها الرقم. عايزة أعرف اسم الخانة اللي بيقع فيها الرقم. طب أنا عندي كم خانة؟ أنا عندي الخانة الأولى كانت تسمى إيه؟ آحاد، برافو. والخانة الثانية عشرات، هايلين يا سنة أولى. يبقى أنا عندي خانتين، خانة للآحاد وخانة للعشرات. أنا لما أطلب منك وأقول لك هات لي القيمة المكانية للرقم، فأنت هتقول لي اسم الخانة آحاد ولا عشرات؟ يلا نوضح كده بالمثال ده، ركز كده معايا. العدد 24، العدد 24 يمثل ايه 24؟ يمثل اربع وحدات في خانة الاحاد. اربع وحدات في خانة الاحاد، تعالوا نعد مع بعض كده، واحد اثنان ثلاثة اربعة، اربع وحدات في خانة الاحاد. طب وكم العدد الموجود عندي في العشرات؟ كام؟ يلا بينا نفكر مع بعض كده، خانة العشرات موجود فيها كام؟ اثنان، موجود فيها كام؟ اثنان، تمثل بوحدتان من فئة العشرة، وحدتان من فئة العشرة، يعني عشرتان كاملتان، عشرتان كاملتان. تعالوا نعد كده مع بعض، واحد اثنان في خانة العشرات، اثنان في خانة العشرات. يلا نعدها، نعدها ازاي يا ميس؟ هنقول مع بعض يلا، عشرات كاملة، عشرة عشرون، عشرة عشرون. يبقى العدد 24 يمثل أربع وحدات في خانة الآحاد، وعشرتان في خانة العشرات، أو وحدتان كاملتان في خانة العشرات. يلا كده يا سنة أولى نشوف مع بعض إحنا فهمنا القيمة المكانية ولا لأ. السؤال بيقول لي إيه؟ لاحظ ثم أرسم دائرة حول القيمة المكانية، ركز يا سنة أولى، القيمة المكانية للرقم الذي تحته خط، القيمة المكانية للرقم، يعني أنا عايز أعرف اسم الإيه؟ الخانة، برافو يا سنة أولى. يلا نشوف العدد الأول، 34، 34، العدد اللي تحته خط ده عندي كام؟ 4، برافو. يلا نشوف هنا يمثل في خانة إيه؟ أو القيمة المكانية للرقم 4 هنا إيه؟ آحاد. القيمة المكانية للرقم 4 هي آحاد، برافو يا سنة أولى. نشوف العدد الثاني، 91، 91، الخط عندي تحت رقم كام؟ 9، يمثل خانة العشرات، يعني القيمة المكانية للرقم 9 في العدد 91 هي عشرات، برافو. نشوف العدد اللي وراه، 30، العدد كام؟ 30، الخط تحت صفر، الخط تحت ايه؟ صفر، الصفر دي الخانة الأولى، يعني يمثل خانة الايه؟ الآحاد. يعني القيمة المكانية للرقم صفر في العدد 30 هي آحاد. برافو يا سنة أولى، إحنا كده فهمنا يعني إيه القيمة المكانية، وهي اللي بذكر فيها اسم الإيه؟ الخانة. تعالوا نشوف حاجة تانية النهاردة مع بعض، وهي القيمة العددية. القيمة العددية، يعني إيه القيمة العددية؟ قال لي القيمة العددية تعني عندي قيمة الرقم داخل العدد. يعني إيه يا ميس؟ يعني هنشرح مع بعض العدد لو طلع من بيته هيطلع بقيمته شكلها ايه. احنا عندنا كام خانة زي ما اتفقنا؟ خانة احاد وخانة عشرات. كل عدد يدخل داخل هذه الخانة بيخرج منها بشكل مختلف. تعالوا نعرف يعني ايه.
الخانة الأولى هي خانة الآحاد. خانة الآحاد يدخل فيها الرقم زي ما هو ويخرج بقيمته كما هي لا تتغير. أما في خانة العشرات يدخل الرقم ويخرج بشكل آخر أو بقيمة أخرى. أول حاجة نفهمها مع بعض هو العدد 74. 74 عندي كام في خانة الآحاد؟ 4. كام في خانة العشرات؟ 7. أنا عايزة أعرف قيمة الرقم 4 هي. قيمة الرقم 4 هي كده. أنا عايزة قيمة مكانية ولا عايزة قيمة الرقم؟ أنا عايزة قيمة الرقم. 4 في خانة الآحاد تظل كما هي، 4 وحدات زي ما هي، يبقى هتخرج بقيمتها كام؟ 4. 7 في خانة العشرات، 7 في خانة العشرات هتخرج بقيمتها مختلفة، هتخرج بكام بقى؟ قيمة الرقم 7 هي 70. هتطلع كام؟ 70. ازاي يا ميس؟ تعالوا نعد كده. 7 في خانة العشرات، نعد مع بعض، 10 20 30 40 50 60 70. يبقى السبعة قيمتها في العشرات كام؟ 70. تخرج السبعة ومعاها الهدية بتاعتها اللي هي ايه؟ الصفر. الصفر اللي بتديهوله لخانة العشرات، تعطيه خانة العشرات. نشوف مثال كده تأكد من فهمنا. السؤال بيقول لي ايه؟ لاحظ ثم ارسم دائرة حول قيمة الرقم. حول ايه المرة دي؟ قيمة الرقم الذي تحته خط. العدد الأول 15، 15. الخط عندي تحت رقم كام؟ 1. الخط عندي تحت رقم 1. 1 قيمة الرقم 1، يا ترى هو في خانة الآحاد ولا في العشرات؟ العشرات يا ميس. الواحد في العشرات بكام؟ ب 10. نشوف العدد اللي وراه كده. 52، 52. الخط عندي تحت رقم كام؟ 2. في خانة الآحاد يظل كما هو، 2 قيمتها الرقمية هي 2. 31، 31. الخط عندي تحت رقم 3، تحت رقم 3. 3 في خانة العشرات، يبقى قيمة الرقم 3 في هذا العدد تمثل 30. يبقى 3 في هذا العدد تمثل 30. سنة أولى نشوف مين فهم معايا الدرس ولسه ما فهمش. السؤال بيقول لي إيه؟ أكمل الجدول. أكمل الجدول. العدد 64، القيمة المكانية للرقم 4 في العدد 64. القيمة المكانية يعني اسم الخانة التي يسكنها الرقم 4. القيمة المكانية هي اسم الخانة التي يسكنها الرقم إيه؟ 4. يسكن خانة إيه؟ الآحاد. برافو. قيمة الرقم 4 في العدد 64، قيمة الرقم يعني هتطلع الرقم من خانته، هيطلع من خانة الآحاد كما هو، هتبقى القيمة الرقمية للرقم 4 هي 4. العدد اللي وراه 43. القيمة المكانية للرقم 4 في العدد 43، اسم الخانة اللي بيسكنها الرقم 4 هي خانة، برافو، العشرات. قيمة الرقم 4 هي تطلع من خانة العشرات بكام؟ 40. يبقى قيمة الرقم 4 في العدد 43 هي 40. العدد اللي وراه 40. القيمة المكانية للرقم 4 في العدد 40 هي 10. أما قيمة الرقم 4 في العدد 40 هي 40. برافو يا سنة أولى. ركز كده بقى معايا يا سنة أولى، نستعرض مع بعض خدنا إيه النهاردة. درسنا النهاردة كان بيتكلم عن حاجة اسمها قيمة الرقم والقيمة المكانية. طب إيه الفرق يا ميس ما بين قيمة الرقم والقيمة المكانية؟ قيمة الرقم تعني إن الرقم بيظهر بقيمته خارج الخانة. يعني إيه يا ميس؟ يعني في خانة بيطلع منها الرقم كما هو وهي خانة الآحاد، وخانة العشرات بتعطي للرقم صفر أي نضع أصفار. يبقى ما أقولك قيمة الرقم أي نضع أصفار، يعني نحط أصفار في خانة العشرات وتظل خانة الآحاد كما هي. واحد في الآحاد قيمته 1، واحد في العشرات قيمته 10. أما القيمة المكانية تعني اسم الخانة التي يسكنها الرقم. اسم الخانة التي يسكنها الرقم، هي هل هي خانة آحاد أم خانة عشرات؟ وبكده يبقى انتهى درسنا النهارده.